تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات انطلقت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاتصالات بمشاركة أكثر من 60 باحثا من 30 دولة شرق أوسطية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لبحث الوضع الحالي لتكنولوجيا الاتصالات وآفاقها المستقبلية، خصوصا تقنيات الجيل الخامس وتحدياتها وتطبيقاتها، نظمت جامعة البحرين بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وفرع الاتصالات بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاتصالات، والذي يقدم أحدث الأبحاث ونتائجها وينمي قطاع الاتصالات التكنولوجية والمعلوماتية. شوف هذا العدد الكبير من الباحثين والعلماء والمهتمين في هذه المواضيع التكنولوجية، المشاركة والمجيء إلى البحرين، وهذا بروحه يعكس قيمة يعني البحرين وتقدمها في هذه القضايا الخاصة بالاتصالات، وأن نشوف يعني أيضا الأساتذة والباحثين والطلاب المشاركة في هذا المؤتمر، هذا مكسب كبير لنا في مملكة البحرين وفي جامعة البحرين. هذا المؤتمر يأتي كثمرة لتوقيع اتفاقية تعاون بين جامعة البحرين وجمعية المهندسين البحرينية قبل عدة أشهر، فهاي طبعا أول مرة هاي المؤتمر يعقد في البحرين. المؤتمر العام الماضي كان في بيروت، فمؤتمر هام جدا لما لهناك من تطورات في ساحة الاتصالات في العالم. ويركز المؤتمر بثراء محاوره على جوانب مختلفة تتعلق بتقنيات الجيل الخامس والاتصالات اللاسلكية، حيث يجمع الحدث الباحثين والمطورين والمهتمين من كافة أنحاء العالم. المؤتمر مؤتمر أكاديمي على مستوى عالي من الجودة في الأبحاث المقدمة. استقبلنا 164 بحث، قبلنا منهم 62 بحث، نسبة القبول تقريبا 38%، نسبة عالية، نسبة تعتبر قليلة، بتدل ان الابحاث المقدمة اختيرت بعناية. تقريبا عندنا 30 دولة ممثلة، 30 من دول مختلفة، اكتر الابحاث من منطقة الميدل ايست والنورث افريكا. والفكرة الان هو انه بدأ انتشار الجيل الخامس في بعض المدن في العالم، فما بحوث في بطبيعة الحال كيف مش يصير الانتشار هذا للجيل الخامس، كذلك في بحوث أخرى، بحوث على يعني جيل السادس، جيل السادس اللي مش يكون البحث بدأ فيه على أساس مش يكون الجيل السادس منتشر في سنوات 2030. إن شاء الله بتكلم في الجزء بتاع شبكات الاتصالات الضوئية، والموضوع دوت هو الترند دلوقتي من حيث زيادة عدد المستخدمين في شبكات الاتصالات عموما، يعني الوايرلس او كده، وكمان زيادة كفاءة الشبكة. ويناقش المؤتمر خلال ايامه الثلاث دور التكنولوجيا وتطبيقاتها في تحقيق الاستدامة في تكنولوجيا الاتصالات واساسيات هندسة الاتصالات وهندسة الحاسوب. مملكة البحرين تحتضن للمرة الأولى هذا المؤتمر، والذي يعد البيئة الحيوية لخلق تفاهمات بحثية جديدة، كما يشكل المنصة الجامعة بين المشاركين لمناقشة أبرز المستجدات العلمية والتعرف على التوجهات والاتجاهات الحديثة والمستقبلية للاستغلال الأمثل للموارد. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.